النهاردة الجمعة يوم العيد وبكرة عيد وبعده عيد ايه الجمال ده ايه الجمال ده ربنا عايز يفرحنا يا جماعة أوصيكي اوعي يضيع منك يوم عرفة السنن النبوية اللي في العيد بقى اللي احنا عايزين نقولها انك طبعا ما بناكلش حاجه قبل الصلاه بعكس يوم الفطر بناكل تمر لكن يوم الاضحى لا بنروح صايمين ما بناكلش حاجه واحنا راجعين بناكل ايه واحنا راجعين بناكل على تمر بيستحب طبعا الاغتسال التطيب لبس احسن الثياب بتروحي المصلى ماشي من طريق وتعودي من طريق ثاني بقى والتكبيرات بقى وجميلة، تكبيرات بقى واحنا رايحين واحنا جايين بعد الصلوات طبعا المفروضه وكل السنه اللي احنا قلنا عليه وقلنا من صبح يوم عرفه لحد انتهاء ايام التشريق احنا بنكبر التكبير بعد اي عمل اصلا كمان هو مستحب لحد يعني اخر غروب قبل الغروب من شمس ليله العيد اللي هو الثلاثه الاخر تهنئه بالعيد كل واحد يقول لكل مسلم والتاني تقبل الله منا ومنك تقبل الله منا اللهم تقبل منا يا رب وعنا يا رب واجعل يوم عرفه غدا يا رب في ميزان حسناتنا الاضحيه كمان اللي قادر يضحي يضحي واللي قادر يذبح يذبح ونقول كده يعني ان اول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نبدا به يمنى هذا ان نصلي ثم ننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا حديثنا اللي يقدر يقدر وصيه مني بقى وصيه مني لكل المسلمين بصوا يا جماعه اكفوا بعض تعاونوا شوفوا المحتاجين حواليكم ساعدوهم وسع على سبع جار سبعه من هنا وسبعه من هنا وسبعه من هنا ثمانية 28 بيت بصوا كده شوفوا كده ساعدوهم في ناس عفيفه بتحسبهم اغنياء لا يسالون الناس الحافه ما بيسالوش حاولوا يدخلوا السرور على قلوبهم اللي ذبح يديهم حاجه اللي اللي مع الاجور مضاعفه الاجور مضاعفه واللي عايزه تعملي العمل ده يوم عارفه خير وبركه برضه اي عمل نساب عليه ونؤجر عليه مضاعف طيب حلو اي حاجه حلويات بتاع الفرحه كمان يوم العيد الناس اللي تقدر تعمل كده فرحوا الناس وفرحوا المسلمين بنيت الله سبحانه وتعالى يفرحنا يوم القيامه اللهم امين شبهات يوم العيد بقى <applause> وصيه للبنات انا وصيت المسلمين والرجاله وكل حاجه ونساء النهارده للبنات بص يا بنتي إيه تروحي صلاة العيد وانت لابسة الاسدال بتاعك ولابسة لبس العيد الجميل وكذا وكذا ما ينفعش ابدا بعد الصلاة تخلعي لبسك خلع الهدوم بعد صلاة العيد دي يعني حتى تقول ما أنا مش محجبة طب أنتي كملي كملي حتى الشعيرة ديت الجميلة اللي هي صلاة العيد ديت وخليكي بلبسك وحجابك لكن ما تخلعيش وبقى مش عارفة إيه وعاملين إيه وكأن بعد العيد نظام المقابل لا خلوا الجمال اللي إحنا عيشنا بيه في يوم عرفة ده نطلع بيه بقية السنة كلها خلي بداية عهد يا ريت نلاقي ناس واتصلوا بينا يقولوا لنا احنا قررنا نتحجب واللي لبسناه في العيد خلاص وقررنا من الحلقه دي ومن الوقت ده ومن الساعه دي احنا لسه عندنا سبعه ما شاء الله عاملين لهم حفله ان شاء الله نحاول ننزل الفيديوهات بتاعتهم على الصفحه قرروا لبس الحجاب اختلاف الاعمار اللهم بارك وهنزل لكم الفيديو قولوا كده بدايه صلح مع ربنا انت بعيد عن ربنا ليه انت يوم عارف ايه اللي بينك ما انا معرفش كل واحد عبد هو اللي يعرف انت ده ناقصه كذا وده بعيد عن ربنا ناقصه توب اكتبوا واجعلها يوم عتق حقيقي ويوم ميلاد جديد كل سنه وانتم طيبين اعدوا علينا بخير يا رب يعني اعوام عديده وسنين مديده في طاعه وفي من ربنا